بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح الآيات الأولى في سفر أعمال الرسل. الكلام الأول أنشأته يا ساوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم، في كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد استشهاد أبائنا الرسل، كلمتكم في المرات اللي فاتت عن موضوعات مرتبطة بالكنيسة. كلمت عن نعمة الوجود أو نعمة وجود كنيسة ومعنى كلمة كنيسة بحروفها، كنيسة والأسرار السبعة، والكنيسة والقراءات الكتاب المقدس. النهاردة عايز أكلمكم عن الكنيسة والذاكرة التاريخية، ويمكن تعبير ده يكون إلى حد ما جديد على أذهاننا. الذاكرة التاريخية، الكنيسة أقدم كيان شعبي على أرض مصر، وهذا الكيان ابتدى مع ميلاد ربنا يسوع المسيح. وإن كان من الأصوب أن نقول أن الكيان بتاع الكنيسة والنبوة بتأسيسها ابتدى قبل ميلاد المسيح بقرون كثيرة، بحوالي 700 سنة وكسر. وزي ما قريت هنا بيقول ربنا يسوع للتلاميذ: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. الأزمنة والأوقات، عايز أكلمك على الزمان وعلى الوقت. فكرة أن الزمان يتقسم، الوقت يتقسم لسنوات والشهور، هذه فكرة مصرية قديمة. يعني حكاية أن يبقى في إيدينا ساعات ونبص لساعة الحيطة، دي مش حاجة حديثة، دي حاجة قديمة جدا. وأشهر مؤرخ عند الإغريق عند اليونانيين اسمه هيرودوت. هيرودوت ده جه قبل ميلاد المسيح ب 300 سنة، 3 قرون، قال عن التقويم اللي اتوجد في مصر. يعني عايزك تعرف ان اللي اخترع التقويم، اللي اخترع تقسيم الزمن، هو مصر في التاريخ القديم. وده اللي خلى دكتور زي الدكتور احمد زويل، وده عالم كبير وحاصل على جائزة نوبل سنة 99، ان هذا العالم الكبير ينجح في انه يقسم الزمن لأقسام اصغر واصغر واصغر. عايز ادي لك فكره كده مختصره شديده تناسبنا كلنا، مش هشرح حاجه علميه. يعني هيرودوت ده قال ايه؟ عايز اقرا لكم العباره اللي قالها. قال: لقد كان قدماء المصريين هم اول من ابتدع حساب السنه، فكره سنه اللي ابتدعها المصريين، وقسموها الى 12 قسما بحسب ما كان لهم من المعلومات حسب النجوم. يعني لما تقسمت السنة 12 شهر فيما بعد، ده حاجة مرتبطة بالنجوم.
وده علم كبير قوي مش طبعا مكان الحديث عنه. ويتضح لي ده هيرودوت اللي بيقول ان احزق يعني اشطر من اليونانيين انهم اشطر من اليونانيين، فقد كان المصريون يحسبون الشهر 30 يوما ويضيفون 5 أيام إلى السنة لكي يدور الفصل ويرجع إلى نقطة البداية، زي الساعة كده تلف كده كاملة، هم حسبوها 365 يوم، 12 شهر 30 يوم ويحطوا عليهم 5 أيام وتبقى العملية ماشية مظبوطة خالص. ده قدماء المصريين. وتقسمت السنة للشهور، ويناير وفبراير، وشهور بقى جت بعد كده زي يوليو يوليوس قيصر وغسطس غسطس قيصر، وقال ده شمعنا يكون 31 يوم فالتاني بقى 31 يوم، وحكايات كتيرة خالص. لكن عايزك تعرف ان السنة تقسمت بهذه الصورة. وبقى معروف على الدوران ده هنا بيجي العيد الفلاني والعيد الفلاني والمناسبة الفلانية، ده أيام قدماء المصريين بقت العملية ماشية. بس لاحظوا ملحوظة غريبة قوي، لاحظوا أن الأعياد الثابتة، كل ده في قدماء المصريين، أن الأعياد الثابتة الهم عندهم لا تأتي في موقعها الجغرافي أو الفلكي إلا كل 1460 سنة. أنا عارف إن دي كلام صعب يمكن علينا كلنا، لكن يعني هنمر عليه وهشرحه باختصار شديد. يعني مفروض إن الدائرة تحصل كده، بس لاحظوا إن الأعياد الثابتة بتاعتهم الثابتة عند قدماء المصريين ما بتجيش في موقعها بالضبط بالنسبة للنجوم إلا كل 1460 سنة. فرق كبير قوي، 1400 يعني كل 14 قرن. فقالوا إيه الحكاية؟ فلقوا إن العملية دي الدورانة دي فيها تأخير ربع يوم. كويس؟ فقالوا يعني العملية مش بتلف في 365 يوم، لا 365 يوم وربع. طب ونعمل زي يوم ربع؟ قالوا طب نجمع ربع على ربع على ربع يبقوا إيه؟ يوم، ونسميها سنة كبيسة. ومن هنا جاءت فكرة السنة الكبيسة اللي هي تجميع الأرباع دهيت عبر السنة باختصار شديد خالص، وسموها بالشكل ده. وبدأت الأعياد تقع في موقعها الفلكي من حيث طول النهار والليل، وده كله تم قبل الميلاد بقرون، قبل ميلاد السيد المسيح بقرون. واكتشفوا الفرق ده، والاكتشاف ده علماء فلك اكتشفوه على أرض مصر في منطقة أبو قير في اسكندرية، كل ده قبل ميلاد المسيح. واحد فيكم هيسألني يقول له إيه علاقتنا بالكلام ده كله؟ ده كلام كله قبل ميلاد المسيح. أقول لك لأن الكنيسة خدت السنة المصرية القديمة وجعلتها هي السنة المعتمدة كنسياً. وزي ما السنة المصرية القديمة اللي متقسمة ل 12 شهر وخمس أيام وربع، أو خمس أيام بيزيدوا يبقوا 6 أيام في السنة الكبيسة، قسموه سنة كده وبقت السنة القبطية أو الكنسية بنفس النظام. بس عايزك تاخد بالك من معلومة مهمة، إن السنة عند المصريين القدماء بتتقسم لثلاث فصول، مش زينا 4 فصول. احنا عندنا 4 فصول: الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف، نرجع للشتاء وهكذا. دول 4 فصول. قدماء المصريين ما كانش عندهم الكلام ده، كانوا بيقسموها لثلاث اقسام. طب بيقسموها بحسب ايه؟ بحسب الزرع، حسب الميه، حسب الحصاد. فعملوا 3 فصول اسمهم الفيضان، فصل الفيضان يعني المية، وفصل الزرع يعني زراعة الأرض، وأخيرا فصل الحصاد اللي هو حصاد الأرض. وبقى حتى مثلا الشعوب زي الشعب اليهودي عنده عيد اسمه عيد الحصاد،
مثلا. واحنا عندنا امثله في الشهور بتاعتنا كلها مرتبطه بالزرع، يعني يقول لك هطور ابو الذهب المنطور، لان بيبتدي فيه زراعه القمح شهر نوفمبر كده، زراعه القمح، او يبتدي تنزل الميه، والميه وهي نازله في لمعان الشمس بتبان كانها قطرات من الذهب، وهكذا. فالكنيسه، هنخش بقى في المجال الكنسي، اعتمدت السنه المصريه القديمه كسنه كنسيه وضبطت عليها كل شيء. ليه؟ لان كل المصريين عايشين حوالين نهر النيل، ونهر النيل ده يجيب ميه، نزرع الارض اللي من جنبها تطلع ثمر، ناكله نعيش. فبقت الدوره دهيت كلها مرتباط الانسان المصري بنهر النيل. وزي ما انتم عارفين زمان كانوا بيستخدموا نهر النيل ويعتبروه الاله، كان يسموه الاله حابي، اله كان معبود عند قدماء المصريين. خلاصه الامر ان الزمن الذي بدات فيه الكنيسه صار زمنا كنسيا وزمنا شعبيا للشعب وزمنا زراعيا مرتبط بالزرع. يعني مثلا في شهر أبيب اللي احنا فيه ده، في أمثلة كده لطيفة قوي. من الأمثال اللطيف تقول إيه؟ اللي يأكل ملوخية في أبيب يجيب لبطنه طبيب. فيعني ما تعملوش ملوخية. ليه؟ جو حر والمصارين مش مستحملة وعايزة مية كتير، فالملوخية تبقى. مثلا في أبيب برضو يقولوا مثل، في أبيب العنب يطيب. أحسن شهر للعنب هو شهر أبيب اللي احنا فيه، وهكذا. فبقى الزمن زمن مصري قديم عايش به الكنيسة، وفي الشهور القبطية توت باب هطور كياك طوبة أمشير برمهات برمودة بشنس بقونة أبيب مصر وأيام الناس أو شهر الناس الشهر الصغير. تقول لي ويعني ايه ذاكره تاريخيه؟ اقول لك الكنيسه بتاعتنا كنيسه ككنيسه مصريه وعلى ارض مصر وبايماننا القبطي الارثوذكسي، التاريخ فيها في غايه الاهميه. ليه؟ التاريخ بصفه عامه للبشر هو حياه الانسان من زمن لزمن. كان في ازمنه قبل كده وفي ناس كانت عايشة، والناس ده هي كملت حياتها وانتقلت، وجينا احنا الجيل ده هنعيش حياتنا وتنتهي حياتنا على الارض، ويجي جيل بعدنا وجيل ثالث وعاشر وعشرين زي ما كان فيه قبل كده اجيال كتير. فالتاريخ زي من كلمة هيستوري، يعني هيز ستوري، يعني قصته قصة الانسان. فبيحكي قصة الإنسان التاريخ، وكلمة قصة دي كلمة حلوة. الحاجة التانية في التاريخ، إن التاريخ بيقدم لنا خبرات، ومن الأمور المهمة جدا إن احنا نعرف اللي قبلنا اختبروا إيه وعاشوا إزاي. والخبرات دي عندما تتراكم تكون ما نسميه بالحضارة. بالحضارة يعني مثلا لما يبقى قدماء المصريين كانوا عظماء في مشروعات المباني زي الأهرامات وزي أبو الهول وزي المعابد المتروكة في الأقصر، ضروري الإنسان المصري بقى عنده قدرة في البناء، وفعلا من أحسن البنائين في عمل البناء الليد المصرية. فالتاريخ يحكي لنا الحضارة ويحكي لنا الثقافة ويحكي لنا المعرفة، وده كله مهم لنا. حاجة التالتة، إن التاريخ يكشف لنا أعمال يد الله مع الإنسان. ربنا اللي بيشتغل ويا الإنسان، بيشتغل ويا الكنيسة، بيشتغل ويا الوطن، بيشتغل ويا البلاد. الله اللي بيشتغل، وبيشتغل بس مش في الأيام، ده بيشتغل حتى في الأرض اللي بتطلع لنا زرع. هي الأرض دي بتطلع زرع من نفسها
ما هي بتطلع زرع، ومن يعطي الحياة هو الله. فالتاريخ لنا ككنيسة في غاية غاية الأهمية. تقول لي وضح لي الصورة شوية. هوضحها لك بعبارة كلكم حافظينها وبترتلوها وبنصليها في باكر كل يوم، لما بنقول عن طوبى للرجل وبعدين يكون كالشجرة، وقف عند دي بس، يكون كالشجرة المغروسة، مش شجرة بس. فالكنيسة هي الشجرة المغروسة، مغروسة يعني لها جذور ممتدة في الأرض، يعني لها تاريخ. الجذور دي مش بتطلع في يوم وليلة، ده بتطلع، ده انت أحيانا تشوف شجرة جذورها ممتدة مثلا من 30 و40 سنة وأكتر. وفي أشجار نشوفها في بعض الطرق هنا عندنا في القاهرة، تلاقي جذورها ممتدة يمكن بالمئة سنة. فالكنيسة هي الشجرة المغروسة على مجاري المياه، وإن لم تكن مغروسة تبقى على سطح الأرض، يبقى أي شوية هوا يوقعوها. فمغروسة يعني الثبات ويعني القوة. الكنيسة القبطية أقدم كيان شعبي على أرض مصر، ودي حقيقة لازم نفهمها كلنا. الحاجة التانية إن كنيستنا واحدة من أقدم كنائس العالم، كنيستها قديمة جدا، قديمة على الأرض وقديمة في الزمن. قديمة في الزمن لما جت نبوة في سفر أشعياء، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخومها، المذبح في حدود أسيوط في الدير المحرق، والعمود عند تخومها اللي هو القديس ماري مرقس، باعتبار أن الرسل أعمدة الكنيسة. والكنيسة كنيستنا في الزمن قديمة وعلى الأرض قديمة، باعتبار السيد المسيح في الهروب إلى مصر جه وعاش في مصر هنا، البلد الوحيدة اللي اختار أنه يعيش فيها، وعاش فيها مش في مكان واحد ولا في وقت قصير، ده عاش في أماكن كتيرة، أكتر من 25 مكان، وعاش في الأماكن ده هي وبارك الأرض كلها، الأرض والنهر. وكمان جه بعد كده القديس ماري مرقس علشان الكرازة بالإيمان المسيحي. فهي كنيستنا قديمة في الزمن وقديمة على الأرض في التاريخ. كمان كنيستنا واحدة من الكراسي الرسولية في العالم، يعني الكرسي اللي أسسه رسول من تلاميذ ورسل ربنا يسوع المسيح. فإحنا عندنا ماري مرقس، الكنائس الرسولية أورشليم اللي بيسموها أم الكنائس، وبعدين أنطاكيا اللي أول بلد دعي فيها الناس مسيحيين، ثم الأسكندرية بتاعتنا، ثم روما، ثم أضيفت لها القسطنطينية اللي هي اسطنبول دلوقتي، ولما موسكو انشئت وأمنت بالمسيح سموها كأنها قسطنطينية الجديدة. لكن الكنائس الرسولية اللي هي بشرها أباء رسل وصارت كنيستنا كنيسة رسولية بالصورة الحلوة دهية، يظهر قدامنا أنواع كتيرة للتاريخ. التاريخ مش نوع واحد بس، أنا عايز أركز وياك على خمس أنواع من التاريخ. أول نوع اللي هو تاريخ العالم كله، وده أحيانا يسموه قصة الحضارة، وفي كتب طبعا ومراجع كبيرة بالعنوان ده، تاريخ العالم كله اللي احنا فيه كوكب الأرض. التاريخ الثاني تاريخ الوطن، الأرض اللي احنا عايشين فيها. وطبعا كل دولة في العالم لها تاريخ، يعني السودان لها تاريخ، وليبيا جنبنا لها تاريخ، وفلسطين لها تاريخ، وإسرائيل لها تاريخ، ولبنان لها تاريخ، كل دولة. بس مصر بالذات تاريخها قديم جدا، يسموه كده تاريخ سحيق، وحين يسموه كده ديب هيستوري، تاريخ عميق، لأنه تاريخ من قبل مجيء المسيح بقرون وقرون. والحضارة أول ما بدأت هنا على ضفاف نهر النيل.
عشان كده تاريخ الوطن وتاريخ مصر القديم جدا والقديم ثم الحديث ثم المعاصر، كل ده حاجة احنا بندرس في المدارس تاريخ صغير كده، مراحل صغيرة، واحيان حتى الطلبة يعتبروا التاريخ مادة صعبة شوية، لكن هي زي ما بيقولوا التاريخ هو الحياة، بيحكي الحياة. ويا بخت المدرس اللي بيقدم التاريخ بصورة قصصية بحيث انه يوصل لكل انسان. وانت كل ما تجيلك فرصة تقرأ عن تاريخ مصر اقرأ واعرف. نمرة ثلاثة، تاريخ الكتاب المقدس. الكتاب اللي في ايدينا ده اتكتب على مدى زمني 1600 سنة، وبالتالي التاريخ بتاعه 16 قرن من الزمان. وده يعتبر شيء مدهش ان عبر 16 قرن من الزمان كتاب كتبوا بالوحي في الإنجيل المقدس في الكتاب المقدس، وكلهم بنفس الفكر وبنفس العقيدة وبنفس الخط، خط الخلاص. التاريخ الرابع، تاريخ المسيحية في العالم. تاريخ المسيحية وانتشارها وامتدادها من أورشليم، زي ما قال كده في الكتاب، تكونون لي شهود في أورشليم، دي مدينة واحدة، وبعد كده كل اليهودية منطقة السامرة منطقة أوسع وإلى أقصى الأرض. نمرة خمسة في التاريخ اللي هو تاريخ الكنيسة القبطية، تاريخ الكنيسة اللي احنا عايشين، كنيستنا. وشيء مهم للغاية ان احنا كلنا بدون استثناء نعرف تاريخ كنيستنا، نعرف تاريخ العام 2000 سنة أو 20 قرن اللي هي عمر الكنيسة القبطية، وتاريخنا تاريخ مجيد وتاريخ رائع وتاريخ فيه تعليم وفيه تشهد عمل الله في كل زمن وفي كل سنة، وعايز أقول في كل يوم تشهد فيه عمل الله في الكنيسة القبطية. ويقولوا بقاء الكنيسة القبطية كل هذا الزمان يعتبر عجوبة من الأعاجيب أو معجزة من المعجزات اللي صنعها الله على الأرض بصفة عامة. جنبنا بلاد زي ليبيا والجزائر وتونس، الكنائس الوطنية اللي كانت فيها اندثرت وراحت، لكن الكنيسة المصرية اللي نبتت على أرض مصر عايشة وحية وفعالة وموجودة لغاية النهاردة وإلى النهاية. تعال بقى للجزء الأخير اللي عايزك تعرفه، يعني إيه الذاكرة التاريخية؟ الكنيسة والذاكرة التاريخية، كل ما صنعه الله في حياة الكنيسة نسميه الذاكرة التاريخية. وفي مثل أنتوا دايما حافظينه كده بيقول اللي ملوش أصل يدور على أصل، مش كده برضو؟ اللي ملوش أصل يدور له على أصل، لكن الحمد لله كنيستنا لها هذه الأصول الكبيرة. أول شيء بيشرح لك الذاكرة التاريخية في الكنيسة القبطية هو كتاب السنكسار، وهو كتاب تاريخ. وكتاب السنكسار زيه في كتاب آخر اسمه الدفنار، بنقرأ دايما في التسبيح، تسبيحة نص الليل. كتاب السنكسار هو كتاب يومي وكتاب يتزايد باستمرار بالأحداث. كتاب السنكسار عشان كده منه أنواع كتيرة جدا. وكتاب السنكسار هو الكتاب الرسمي المعتمد جوه الكنيسة، وبنقرأ في ضمن قراءات الكنسية في القداس، في كل قداس. ودايما نبتديه بكلمة نعيد في هذا اليوم زي ما ذكرت لكم مرة قبل كده. كتاب السنكسار كتاب يضاف له أحداث الكنيسة باستمرار، الأحداث الكبيرة، يعني مثلا اجتماع المجامع المسكونية مسكو في السنكسار، مثلا
تدشين الكنائس في بداية العمل كده أو إنشاء الكنائس. يعني أول كنيسة إنشأت في أوروبا كانت في مدينة فيليبي، فوجود كنيسة في هذه المدينة أول كنيسة لازم يتسجل في السنكسار. يتسجل في السنكسار تذكارات مهمة جدا زي عودة رفات القديس ماري مرقس عندنا، وعودة رفات القديس أثناسيوس أو جزء من رفاته عندنا في مصر هنا. فتتسجل الأحداث التاريخية دي زي تدشين الكاتدرائية اللي تم السنة اللي فاتت، الأحداث المهمة والخطيرة والكبيرة بنسجلها علشان الإنسان ما ينساش. أصلا عايز أقول لك حاجة، كلمة إنسان معناها كائن يتميز بالنسيان، بينسى، إنسان فينا بينسى. فعلشان الذاكرة التاريخية تبقى حاضرة باستمرار الكنيسة بتعلمنا من خلال كتاب السنكسار. وكتاب السنكسار الحقيقة مفروض انه يبقى في كل بيت، مفروض انه يتقرأ في كل يوم سواء هحضر قداس او مش هحضر قداس، لكن نعرف ان بكرة تذكار القديس فلان. يعني مثلا احنا اول الشهر ابتدينا بالقديس موسى الاسود، أول شهر يوليا قديس موسى الأسود. في يوم 15 هنتقابل والقديس الأنبا بيشوي والقديس أنبا كراس، وقبليهم بيوم القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين. لما نوصل لنهاية الشهر يوم 30 نلاقي القديسة مارينا الشهيدة، ويوم 31 نلاقي القديس أبانوب النهيسي. كل يوم له تاريخ، كل يوم له حكاية، كل يوم له قديس. فلازم نعيش ولازم نعلم ولادنا. ويا بخت الأب والأم اللي بيقعدوا في البيت ويقروا السنكسار ويا ابنهم وبنتهم ويعلموهم ببساطة شديدة هذا التاريخ وهذه الذاكرة، عشان ما حدش ينسى. الذاكرة، الذاكرة التاريخية. نمرة اتنين، التقويم الكنسي بتاعنا اللي قلت عليه من شوية، توت بابا هاتور والأعياد اللي بتيجي فيه. يجي واحد توت يبقى عيد النيروز، 17 توت يبقى عيد الصليب، ونفضل ماشيين كده في أعياد ومناسبات وأصوام معروفة. مثلا 16 هاتور نبتدي صوم الميلاد، 29 كياك نعيد لعيد الميلاد، وتفضل الأعياد والأصوام مرتبطة. ويجي 5 أبيب اللي هو يوم الجمعة الجاية وعليكم خير، يوم 5 أبيب نحتفل بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس. النهاردة مثلا 3 أبيب القديس كيرلس عمود الدين. ونفضل كده عايشين في التقويم طول السنة، لدرجة من التقاليد الجميلة لما ربنا يبعث مولود جديد ولد أو بنت يقوم أهله يفتحوا كتاب السنكسار على اليوم اللي اتولد فيه ويشوفوا القديس ده إيه، مين النهاردة، أو قبلها بيوم أو بعدها بيوم، عشان يختاروا اسم مناسب. ويبقى الواحد كده لما يحمل اسم من الأسماء القبطية المصرية اللي عاشت على أرض مصر هنا، يبقى يحق له أنه يقول أنا ابن الشهداء وابن القديسين دول وابن النساك دول وابن القامات الطويل اللي عاشت في البطولة الروحية، زي مثلا أثناسيوس الرسول وزي كيرلس عمود الدين إلى آخره من هؤلاء القديسين. نمرة اتنين التقويم. مفروض كلنا بعارفين الشهور وعارفين النهاردة كام في الشهر، الشهر القبطي، وإحنا في سنة كام. كل ده مسؤولية علينا كلنا أباء وخدام وشعب وكل بيت انه يعرف كده. وطبعا زي ما انتم عارفين ان مثلا جريدة زي جريدة الاهرام، وهي جريدة قديمة في مصر وتعتبر اقدم جريدة عربية مستمرة في الصدور، بيتكتب فيها التاريخ الميلادي والتاريخ القبطي والتاريخ الهجري، الثلاث تقاويم الاساسية اللي موجودة عندنا في مصر. نمرة ثلاثة، الذاكرة التاريخية تأتي بالأمثال الشعبية. الأمثال الشعبية دي ما حصلتش في يوم ولا واحد قعد ألفها،
ولا واحد قاعد كده يحط له كلمتين على بعض. لا، الأمثال الشعبية طلعت من واقع الحياة، من واقع التاريخ، سواء الأمثال المرتبطة بالشهور القبطية زي الأمثال اللي قلتها لكم دلوقتي، أو الأمثال اللي هي بنعيشها في حياتنا اليومية، أو سفر الأمثال اللي موجود في الكتاب المقدس. الأمثال بصفة عامة هي خبرات حياة، والأمثال مهمة جدا. نقرأ سفر الأمثال كل يوم، والأمثال الشعبية نتعلمها ونفهمها ونستخدمها. وأمثال يعني مثلا يقول لك مال الوقف يهد السقف. مال الوقف يعني اللي يعتدي على قرش في الكنيسة الباقي معروف. واخدين بالكم؟ شوف التعبير. طب الناس جابت المثل ده منين؟ خبرات حياة تراكمت، فصار المثل معبر عن حقيقة. من يزرع بالشح، بالشح يحصد، ده موجود في الإنجيل، هو كده. ومن جد وجد، اجتهد. وقيسوا على هذا أمثال كثيرة جدا مرتبطة بالحياة اليومية، ومرتبطة بالناس، مرتبطة أحيانا بالأكل، الأكل زي ما قلت لك في أبيب العنب يطيب، وهكذا. قيس على كده الأمثال خبرات حياتية مفيدة لنا، وتعتبر جزء من الذاكرة الشعبية أو الذاكرة التاريخية لنا. الذاكرة التاريخية أيضا فيها الأيقونات، الأيقونات القديمة بالذات اللي بنشوفها في الكنائس القديمة وفي الأديرة، وهذه لها تاريخ. كل أيقونة لها حكاية، أيقونة مش مجرد رسم كده، ده موضوع، موضوع كبير. كمان في الليتروجيات، الليتروجيات زي الصلوات، زي الألحان، زي المدايح، كل ده له تاريخ. يعني مش أي لحن بنقوله كده واحد قعد ألفه، لا، ده له تاريخ وله جذور في الإنجيل. لما نيجي نصلي التسبحة ونبتدي مثلا بالهوس الأول، الهوس الأول ده جزء من إنجيل، من سفر الخروج، بناخد إصحاح 15 ونرتل بيه. مثلا في الهوس الثاني اللي هو مزمور شكر، ناخد مزمور 135 أو 136 ونرتل بيه. فكل عمل له تاريخ، كل لحن له تاريخ. القداسات اللي بنصليها في الكنيسة، كل قداس، ده مش عايز أقول لك كل قداس، كل باراجراف له تاريخ. تاريخ، اعرف التاريخ، ما تتكلمش عن حاجة انت لسه ما فهمتهاش. كل عيد له تاريخ، كل صوم له تاريخ، كل تقليد بنعيشه في كنيستنا له تاريخ طويل خالص. فالليتروجيات على اختلاف أنواعها، سواء قداسات، سواء أسرار بنصليها، سواء أنحاء الألحان بنرتلها، كل ده له تاريخ. كمان التاريخ بتاعنا والذاكرة التاريخية في المخطوطات، المخطوطات. بعض البيوت بيبقى فيها مخطوطات كتبها الجدود أو جد الجدود عندك، تسلمها للكنيسة، لأن يمكن وجودها عندك، يعني مرة ناس يمسكوا المخطوطات دي ويولعوا بيها الفرن في بعض القرى ويضيعوا تراث. فأنت لو اتوجدت، طبعا الكنائس، بعض الكنائس فيها كده، بعض الأديرة فيها كده، لكن ودي بتحكي تراث قديم جدا. ومكتبات، يكفي ان بعض المكتبات الأوروبية، مكتبة واحدة، مكتبة أوروبية واحدة فيها 30,000 مخطوط قبطي اتسرقوا من مصر. طبعا مش اتسرقوا في سنة، فكأنهم سرقوا الذاكرة. عشان كده حفظ الحاجات ده هي مسؤولية جماعية عندنا كلنا. كل شيء في الكنيسة، حتى اللبس بتاعنا، لبس الكهنوتي واللبس بتاع الخدمة الأبيض اللي بنلبسه، كل شيء له تاريخ، ويجب أن نحفظ التاريخ
ونعيشه ونقراه. أنا عايز أقول لك حاجة حلوة لو حبيت تعملها خلال الصيف، أهو باقي فيه شهرين ولا ثلاثة، في كتاب حلو اسمه قصة الكنيسة القبطية. الكتاب ده تاريخ الكنيسة القبطية، عمله كاهن من كهنة ملاوي المشهورين زمان، أبونا منسى يوحنا، مش كده؟ وده كتاب مجلد واحد، لكن كمان في إنسانة فاضلة ومؤرخة أوقفت حياتها كاملة عشان تكتب قصة الكنيسة القبطية، خد عمرها كله، اسمها إيريس حبيب المصري، وطلعت أظن 8 أو 9 أجزاء كبيرة. هات أجزاء وعد اقرأ واعرف واحفظ وعلم ولادك والخدام والاجتماعات. أيضا تعليم التاريخ أحد أسباب تقوية الإيمان. الإيمان اللي احنا عايشين فيه النهاردة عمره صح 2000 سنة وما قبل 2000 سنة، لكن اللي حافظوا عليه هم اللي صنعوا التاريخ. عشان كده من فضلك اهتم بالتاريخ. حتى زمان يمكن حضراتكم تفتكروا الكبار منكم ان الانجيل الكتاب المقدس كان يسيبوا فيه 2-3 صفحات بيض في الوسط بين العهد القديم والجديد، وكان ده يتكتب فيه تاريخ العائلة، فلان اتجوز فلانة، خلفوا سين وصاد وعين، وبعد لما كبروا سين اتجوز فلانة، صاد اتجوزت فلان، خلفوا ايه الأجيال بالشكل ده. فتاريخ العائلة أيضا من الأمور المهمة جدا. انتوا عارفين في أيام الحملة الفرنسية على مصر من أكثر من 200 سنة، في بعض اللقباط هجروا راحوا فرنسا، وهم هناك في فرنسا اتسجلوا في البلدية البلد اللي راحوه. وعندنا واحد من الآباء الرهبان بيدرس اللقباط والأسر القبطية اللي خرجت من مصر من 200 سنة وأكتر، وبيتتبع تاريخهم من خلال ما هو مذكور في سجلات بلدية بلد من بلد فرنسا. تاريخ، اهتموا بالتاريخ واحفظوا الذاكرة التاريخية واحكوها دايما لولادكم، وانت اعرفها جيدا، هذا يفيد وهذا يحفظ الإيمان. وكفاية ان احنا بنحتفل بعيد الرسل، برضو ده تاريخ قديم جدا، استشهدوا 67 ميلادية والنهاردة بنحتفل بيهم بعد 20 او ما يقرب من 20 قرن من الزمان. التاريخ هو الحياة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.